ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا بقى الفقره دي الميك اب ارتست نونا احمد. نونا احمد خبيره تجميل وعنايه بالبشره، بتصمم ملفات الطرح للعرايس، بتعمل كل تجهيزات العرايس، بترسم الحنه، بتعمل شو ليله الحنه. ازيك يا نونا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله. انا عايزاكي بقى تقولي لي من اول ما العروسه بتجيلك لحد ليله الزفاف، من ساعه التجهيزات اللي قبل الفرح لحد ليله الزفاف. تمام. اول حاجه بس نبتديها، انا عايزه ادي نصايح للعرايس، علشان العرايس بيسيبوا نفسهم لحد اخر 3 ايام مثلا قبل الفرح ويبتدوا يضغطوا نفسهم في حاجات كتير ورا بعض. فيا جماعه اهم حاجه العشر ايام بتاعه قبل الفرح، اللي هو تحضير قبل الفرح، قبل ليله الفرح، نشرب ميه كتير، لان ميه كتير دي هتفرق معانا في البشره وفي الشعر. شرب الميه كتير ده بتخلي بشرتنا نقيه دايما. اكيد مش هيبقى عندنا وقت بقى ان احنا نعمل ماسكات ونعمل سكريبات، اكيد صح، مشغوله، بس اكتر حاجه ترطيب البشره، نشرب ميه كتير، دي اهم حاجه. نخصص بقى قبل يوم الفرح نفسه، يعني مثلا الاسبوع الاخير ده، نعمل بقى فيه، نحضر الايام بتاعتنا اللي احنا هنبتديها. اول حاجه تجهيزات العروسه، اول ما العروسه بتجيلي، علشان بس في ناس بتتلخبط في الايام اللي هي لما تيجي تفرش الشقه بتاعتها والحاجات ايوه دي، صح. فما تضغطش نفسها في الاسبوع الاخير. الاسبوع الاخير ده بقى يعني خاص نكون بقى مخلصه كل حاجه. بالتجهيزات اول ما بتاعتها. بتجيلنا بنعمل لها اول حاجه التجهيزات، بنبتدي عرفيني بقى ايه هي كده. اول حاجه بنعمل الحمام المغربي، المسقات، التعطير، التفتيح، الحاجات دي كلها. بعد كده بنبتدي بالتنظيف البشره. لازم تنظيف البشره يبقى قبل الفرح على الاقل ب3 ايام، لان المسام بتاعه البشره احنا بنفتحها الاول عشان نطلع الدهون، البثور، الهالات السوداء، الحاجات دي كلها، لان تنظيف البشره بيبقى عميق، مش مجرد بخار ومسقات وخلاص، لا، بنعمل كذا سكراب، بنعمل تفتيحات لو في عندها حبوب، بثور سوداء، الكلام ده كله بنطلعه. طبعا ما ينفعش تيجي تعمل واكس او فتله او اي حاجه من الحاجات دي في نفس ليله تنظيف البشره، لان الاثنين يعملوا التهابات للبشره، بيبقى اجهاد طبعا على البشره. انت بالظبط قلتي التجهيزات لازم تبقى قبل الفرح بمده دي اسبوع. اسبوع في ناس بتقول لا عادي 3 4 ايام، لا 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 خالص. على فكره المفروض بس عشان تريح جسمها وتريح وشها وتريح نفسها هي كمان. صح، في حاجه بيقعوا فيها العرايس اللي هم يعملوا ليله الحنه قبل الفرح، يعني لازم يريحوا يوم يوم. صح، يعني ليله الحنه بتبقى مجهود كبير، يعني اكتر من ليله الفرح. ليله الفرح مثلا ممكن عروسه تتصور، تعمل سيشن، ممكن تبقى زفه بس وتخلص، ما يعملوش افراح. فليله الحنه بتبقى مع اصحابها بيرقصوا بكده، فالمجهود احتفال بيبقى اكتر بقى. فلما تيجي تاني يوم، انا اوريدي بيجي لي عرايس يوم الزفاف بيبقوا نايمين على نفسهم، بيناموا من كتر الاجهاد بتاع ليله الحنه. يعني النصيحه ان احنا نعمل فيصل ما بين الحنه والدخله، نخلي يوم راحه عشان العروسه تبقى مرتاحه. بعد ما بنبتدي بالحمام المغربي وتنظيف البشره، بنبتدي بقى في الشعر ونشوف المشاكل بتاعه الشعر. مثلا لو شعرها مقعد ناشف، تبتدي نعمل بقى معالجه، في حاجات ترميم للشعر، في بروتين معالج للشعر، في كذا حاجه. الصبغه لو انت حابه تعرفي انواع الصبغه اللي طالعه جديده، ممكن الصبغات اللي هي الغوامق احسن عشان ما نجدش شعرنا. ده الموضه اللي طالعه، الدرجات الغامقه، الزيتوني، البني، الحاجات دي. بعد كده بقى بندخل في الميك اب بقى والكلام ده. ليله الحنه اول حاجه بنخصصها قبل الفرح بيوم، وبنبتدي نعمل فيها الميك اب ونبتدي نعمل فيها رسومات الحنه. قبل بقى ما نتطرق لليله الحنه، احنا عايزين اول حاجه نناقش بقى اللوك الجميل ده كده. تمام، كلمينا بقى عن اللوك ده. طبعا ده واضح كده ان لوك عروسه ما شاء الله. أيوة، جميل جدا. اللي طالع موضه دلوقتي في الصيف دوت الجلاتر. الجلاتر طالع موضه جدا جدا. دايما بقى انا لما اعمل الميك اب للعروسه باخد رايها الاول، يعني في ناس ما بتحبش الجلاتر، في ناس بتحب الميك اب السامبل خالص، يكون حاجه مط مطفيه. فباخد راي العروسه الاول، بس انا بفضل العروسه الزفاف بيبقى الجلاتر بيبين عينيها او بيبرز جمال عينيها. بالنسبه بقى للطرح، مش كل العرايس يليق معاها لفه الطرحه، برضو انا اللي لفه الطرحه. في بنات ما بتحبش ان شعرها يبان. في، وفي كمان حاجه، ممكن تجي لي عروسه تبقى عايزه تعمل اللفه الاسبانيش دي بس عندها الجبهه عاليه شويه، فما ينفعش ان احنا نبين لها نص شعرها، لاني هتزود الجبهه عندها اكتر، الشكل مش لطيف. مش لطيف بالظبط كده. فبفضل ان انا الف لها التركي، اللي هي لفه التركي العاديه بتبقى افضل ليها.
ده بالنسبه للفات الطرح. بالنسبه للميك اب طبعا كل رسمه عين وليها لوك معين والوانات معينه. اشكال العين كمان في الجحصه وفي البرزه وفي النعسانه، فبشوف الالوان اللي هتليق معاها ايه. تمام. لا هو بجد اللوك جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. ولفه الطرح كمان سيمبل وجميله، والحلق شكله جميل. عايزه اقول لك ان كل حاجه بتكمل بعضها، يعني لو عروسه عندي محجبه او عروسه عندي بشعرها بنكمل بعض، يعني لفه الطرح او الفورمه او الاكسسوري اللي هي بتجيبها لازم اخد، يعني بنتناقش مع بعض علشان كل حاجه بتكمل بعضها. ده بالنسبه لللوك بتاع الزفاف. احنا عايزين بقى نمسك ليله الحنه واحده واحده. تمام. يعني عايزين كده نعرف اول حاجه ليله الحنه بتبقى عباره عن كام طقم. اول حاجه ليله الحنه لما باجي العروسه بتتفق معايا بشوف هي عندها حساسيه ولا لا، علشان اكيد احنا سمعنا عن الحساسيه اللي بتحصل من الحنه، وان في حنه بيبقى فيها اكسجين فبتلتهب البشره وبتفقفق الايد في حاجات كده. فبسال العروسه اول حاجه انت عندك حساسيه ولا لا من رسم الحنه. دلوقتي بقى في حنه بالاعشاب، عشان الناس اللي بتخاف من الحنه ومن رسم الحنه، في حنه بالاعشاب دي ما بتضرش خالص الايد وما بتضرش خالص الجلد. بسال العروسه حابه ترسمي حنه سودا ولا حنه حمراء، لان الحنه دلوقتي انواع. برضو باخد رايها في الاول. احنا معانا كده اول ده اللوك، ده لوك سواري او خطوبه. يعني نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. بعد الفاصل قولي لي يا نونا بقى الرسومات بتاعت الحنه اللي طالعه دلوقتي. بصي كل حاجه دلوقتي بقت السامبل لما بتبقى بنرسمها بتبقى افضل بكتير، يعني أكيد. الرسم اللي هو كتير قوي والنقش الكتير قوي دوت خلاص قدم شويه، فالرسومات السامبل اللي بقت افضل دلوقتي. فانا برضو بختار مع العروسه، ممكن تجيب لي رسمه من على النت او ممكن انا اقول لها ايه اللي هيبقى معاها احسن يعني، وبعمل لها اللي هي عايزاه. برضو بتختاروا سوا الانسب. بالظبط. كلمينا بقى عن اللوك ده والستايل ده بقى. بصي هو ده ستايل فستان سواري بيتلبس في الحنه وممكن تلبسه عادي في مناسبه، يعني في عرايس بتحب تلبس في الحنه كذا طقم. بيبقى اخر طقم او اول طقم اللي بتدخل بيه حاجه تكون مريحه في اللبس. دايما الساري الهندي والحاجات دي بتبقى كتيره قوي فما بتقدرش تتحرك بيها، فبفضل ان العروسه اول حاجه تلبسها حاجه تكون سواري كده. ميك اب بيبقى سامبل شويه وبنعمل حاجه خفيفه عشان تقدر ترقص مع اصحابها تتحرك مع اصحابها. وقبل بقى ما تخش على الحاجات بقى الثقيله بقى الحاجات الثقيله. بالظبط كده. ده بالنسبه لللوك دون. واللوك ده كمان ينفع يتعمل ميك اب سهره او ميك اب سواري. في الحنه برضو العروسه انا بفضل لو هي مثلا عامله حنه بنات او عامله حنه مثلا في قاعه او كده تلبس حاجه سواري عشان تقدر تتحرك بيها اكتر. لان الساري بيحكمها اسهل عليها. بالظبط. الساري بيحكمها جدا ما بتعرفش تتحرك. كذا حاجات ملفوف واكسسوري الاكسسوري بتاعته كتيره قوي فما بتعرفش تتحرك كتير بيها. هي الحنه يعني لسه بتترسم على الايد لحد دلوقتي؟ طبعا على الايد. طبعا ده دي طقوس استحاله ان احنا نغيرها، بس الحاجات اللي على الايد بتبقى سامبل. يعني زمان كانت الحنه الايدين، دلوقتي لا ما بقاش حد يعمل ايدين لان الايدين بتبقى اوفر قوي، فبنفضل ان احنا نعمل ايد واحده بس نرسم فيها حاجه اسمها برنسس كوين، حاجه بسيطه زي حمام او فراشات، حاجات بسيطه كده. ازاي بتميزي الحنه الرسومات بتاعه الحنه بتاعه العروسه عن صاحبتها؟ اكيد بيبقى في الليله دي بقى صحباتها وعايزين يرسموا حنه وكده، طبعا هي بتبقى مميزه طبعا، فازاي بقى بتميزيها؟ رسومات العروسة بتبقى مختلفة عن رسومات صحابها، وانا ما بحبش ان انا اكرر الرسمة. يعني مثلا لو العروسة رسمة اول حاجة احنا لما بنرسم الحنة للعروسة ما بخليش صحابها يكونوا موجودين، بخلي صحابها يكونوا برا وبخلي صحابها يعني ما يشوفوش نفس الرسومات. فبعمل بفضل ان رسومات العروسة تبقى لوحدها، ما بخليش صحابها يشوفوا الرسومات اللي هي رسماها، ولو حد من صحابها جايبين لي مثلا رسمة نفس العروسة رسماها ما بعملهاش. فبخلي عشان رسومات تبقى مميزة وليها الحاجة متكررة كتير. احنا بقى معانا دلوقتي اللوك ده الاسكندراني. جميل جدا. طبعا بالنسبة لحنة البنات بيبقى فيها رقص كتير وفرح كتير، فاللوك دوت بيبقى حلو قوي مع الاغاني، بيخلي العروسه برضه تفرح مع اصحابها. روش كده. بالظبط كده، تخلي العروسه تفرح مع اصحابها اكتر.
جميل جدا جدا جدا. هل بقى يعني مثلا بيبقى مثلا لبس الحنه فيه حاجات قصيره؟ هل مثلا في عروسه بتيجي تشترط لا انا عايزه كله طويل، ولا هو مثلا يعني ده طويل تمام واللي فات برضو طويل؟ هل بقى بيبقى فيه حاجات قصيره؟ طبعا، بس انا الاول بسال العروسه لو الحنه بتاعتك حنه بنات بس، بيبقى فيه كذا حاجه، بيبقى فيه مثلا الهندي، في الاسكندراني، في الشرقي، في النوبي، في الفرعوني، بيبقى فيه كذا حاجه. بس بسال العروسه الاول، لو حنه بنات بيبقى فيه قصير وفيه طويل، لو حنه قاعه ده او ده بيبقى ليها لبس معين بس، عشان مثلا لو هي محجبه او كده برضو عندنا لبس للمحجبات، يعني مثلا لو هتلبس ساري ما يكونش عريان او كده عندنا برضو في الحجاب. لو ده الكلام بقى لو مختلط وفي قاع او كده. بالظبط الكلام ده برضو عندي. البشات بتاعت الحنه برضو بنحطها، مثلا اللي هي بتاعت الهندي بنحطها لو هي محجبه او حاجه وليها بوديهات، فعشان لو هي محجبه وفي قاعه ما تكونش عريان ليها قوي. يعني انتي ما شاء الله موفره كل حاجه، يعني اللي يجي عندك يعني ان شاء الله يلاقي كل اللي هو عايزه باذن الله. الحنه الملونه ايوه، هل هي موضه؟ هل هي متاحه عندك انتي كنونه، ولا عندي. بتشتغلي بالسودة بس؟ لا لا، عندي الحنه الحمراء وعندي الحنه البني، كمان طالع الحنه البيضة، بس دي مش عليها اقبال كتير قوي. اكتر يعني اكتر حاجه دلوقتي عليها اقبال الحنه الحمراء والحنه السوداء، دول اكتر حاجه دلوقتي طالعين. يعني هي الحنه بتثبت قد ايه على الجسم؟ في ناس ما بتقعدش عندها يومين ثلاثه وتلاقيها لونها غير كده وفتح وبقى شكله وحش. احنا في عندنا في الحنه نوعين، عندنا الحنه اللي بتتعجن بالاعشاب، وعندنا الحنه اللي بتتعجن بميه عادي. الحنه اللي بتتعجن بالميه دي ممكن تثبت معاكي لمده 15 يوم او 20 يوم، لكن الحنه اللي بالاعشاب بتقعد ماكسيموم مثلا اسبوع، لان بتبقى معجونه باعشاب وزيوت فما بتقعدش اكتر من كده. ده بالنسبه للنوعين بتوع الحنه. انا عايزاكي تتفضلي معانا علشان هي ترسم لك كده رسمه بسيطه نشوفها. هو احنا اللي معانا دلوقتي الحنه الحمراء، لان الحنه الحمراء الحنه الحمراء دلوقتي طالعه موضه جدا. اتفضلي بقى ارسمي لنا كده رسمه حلوه. هترسمي لها رسمه ايه؟ هنرسم حاجه سامبل خالص كده. ورينا. دلوقتي الرسم اللي هو على الصوابع بقى موضه قوي. ما بنحبش نكتر في الرسومات الكتير قوي، علشان العروسه يوم فرحها بتبقى يعني بتبقى مش ناقصه باينه. بالظبط. في ناس بتحب ترسم ورد، في ناس بتحب ترسم فراشات على حروف بالزبط. او اسم جوزها، بلاقي محمد واحمد وكده على كف ايدها. انا بصي بعمل بس بحسها كل واحده، يعني بحسها مش سيمبل. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ لا بصي، هو الحروف والكلام ده قديم شويه. انا برضو بحس كده. بقى مثلا دلوقتي ممكن تعملي على الايد ذا برنسس كوين، تعملي زي فراشات، حمامات، الحاجات دي اللي طالعه جديده دلوقتي، بتبقى فعلا جميله وارق وشكلها الطف كتير، يعني افضل بكتير. انا عايزه اشوف. كمان علشان اللي بيسالوا مثلا الحنه بعد ما بتخلص، لا تحيدي كده، الحنه بعد ما بنخلص رسم بقى هنخش بقى نغسلها والكلام من دوت، لا هي بتتقشر. بتتقشر دي مش بتتقشر، بتاخد 10 دقايق بالظبط وبنقشرها. انا عايزه اقول لك ان يعني انا عن نفسي ما بحبش الحنه. لما كنت مثلا باجي ارسمها ما كانش فيها يعني في بقى اللي بتنشف دي، لا كانت يعني بتتغسل. او بتتقشر او بتتغسل، فتحس ان الايد كلها بتبقى حنه وبتبوظ، فعشان كده ما بحبهاش. لا الرسمه جميله جدا ما شاء الله، وفعلا سيمبل وحلوه. بترسمي يا نونا على الصوابع كلها، ولا بس يعني صباعين كده وخلاص؟ لو حاجه سيمبل بنرسم على الصوابع كلها، لان بيبقى الشغل كله في الصوابع بس. لكن لو حاجه اوفر ما بفضلش الصوابع كلها، ممكن صباع او صباعين بس فقط. يعني انت ممكن تنزلي بس ايدك كده علشان نشوف الشكل، يعني ابصي خليها بس باينه كده في الشاشه. هي كده مش باينه كده، باينه تمام. تمام حلوه جدا ما شاء الله. لا يعني بجد يا نونا دي سيمبل جدا. ده انا بشوف ناس بترسم الحنه
يعني كتير ما بتخليش قوي. اصلا هي يعني ايه ما بيبقاش في مكان في ايديها. عايزه اقول لك كمان مكان. الحنه السوداء لما بترسمي رسومات كتير قوي على الايد بيبقى الشكل وحش جدا يعني. بالظبط اه. وتحسي بقى ان هي لو لبست مثلا الدبله بتاعتها او اي اكسسوارات او اي حاجه عايزه اقول لك كتر الحنه بيغمق الايد يعني. لما بتعملي رسم كتير قوي في الايد بتغمقي ايدك يعني بتحسي ان ايدك غامقه. في حنه بيضه بيقول لك ممكن لو عملتها ماسك للجسم او للوش بتبيض، هل الكلام ده صح؟ ده صح، احنا بنعملها فعلا في الحمام المغربي. بس هي ما بتبقاش حنه زي كده، هو بيبقى عباره عن باودر زي الترمس المر والحاجات دي، الحاجات دي بتفتح جدا جدا. يعني ممكن البنات يستخدموها بديل للماسكات؟ اه ممكن طبعا. يعني احنا اصلا في الحمام المغربي الماسكات اللي بنعملها كلها ماسكات طبيعيه. أوه. من ضمنهم الحنه البيضاء لان هي فعلا بتفتح جدا وبترطب الجسم جامد جدا. رسمه الحنه فظيعه وجميله جدا ما شاء الله، حلوه جدا وسيمبل. بشكرك. عايزين بقى نروح ليوم الزفاف. خلاص بقى خلصنا التجهيزات وخلصنا يوم الحنه واتفرجنا على اللوكات الجميله. تمام. يوم الزفاف اللوك بتاع العروسه، انت وريتينا من شويه لوك كان جميل جدا فعلا، الله اكبر ما شاء الله. قدري مثلا اللوك اللي انت عملتيه ده مش لايق عليا، مش لايق على غيري. اكيد مش لوك ثابت انت بتعمليه، بس فعلا يعني بتختاري اللوك والالوانات بتاعته على اساس ايه؟ احنا بنختار على شكل العين الاول وعلى لون البشره، ما بنختارش على الفستان. يعني مثلا بيجي لي عروسه الخطوبه تقول لي انا فستاني لونه كذا، هل ده هيليق مع الميك اب؟ احنا ما بنختارش على الفستان خالص يا جماعه، احنا بنختار على شكل العين. يعني في عين بيبقى فيها بروز ما بنعملش فيها الوانات فاتحه، ما بنعملش فيها جليتر، لان العين البارزه لو حطينا جليتر او الوانات فاتحه بتخلي الشكل مش حلو، فبنختار الدرجات الغامقه والدرجات المات. لو العين ضيقه بنحط درجات فاتحه عشان نبتدي نوسع شويه في العين. لو العين واسعه قوي بنبتدي بقى نختار الدرجات اللي هتليق معاها ونشوف البشره والتون بتاع البشره. في عروسه بتحب تفتح وفي عروسه بتحب تفتح بشرتها وفي عروسه بتحب بشرتها نفس اللون. وفي كمان عرايس بيحبوا ان هم يبقى لونهم زي البرونزي كده شويه. ايوه هو فعلا هو افضل على فكره. لان بيجي لي عرايس بيبقوا عايزين يفتحوا بشرتهم، بحاول ان انا اقنعها ان لما تفتحي بشرتك ساعه التصوير اللون ما بيبقاش حلو يعني بيبان. بجد يا نونا انت يعني ميك اب ارتست شامله ما شاء الله. السنتر بتاعك يعني تجهيزات، شول حنه، عندك كل حاجه محتاجاها، العروسه، الحنه، كل حاجه، العروسه ذات نفسها، الطرحه، وكمان ممكن يعني هي بس هجيب الفستان من الاتيليه وجيلك. بالظبط. بجد يعني ما شاء الله، ربنا يا رب يوفقك وتكوني من اشهر الميك اب ارتست في مصر باذن الله. يا رب. ميرسي. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، بجد استفدنا يعني من الكلام اللي انت قلتيه واللوكات الجميله اللي احنا شفناها، وان شاء الله برضو نشوفك تاني، تنورينا تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكركم وان شاء الله نتقابل الحلقه الجايه. مع السلامه.